لو انت بتشتغل وجيت في مرحلة معينة كده، انا اتخنقت من الشغل، انا كرهت الشغل، انا مستني يعني حد يعمل حاجة عشان اعمل مشكلة وامشي، انا خلاص اتخنقت، جبت اخر، مش قادر ان انا اكمل، وبدأت تظهر عليك اعراض ان انت عندك صداع، معدتك بدأت تتعبك، مش قادر انك تاخد نفسك، فانت كده خلي بالك وقف، لان كده انت كده وصلت لمرحلة اسمها بيرن اوت. المرحلة دي انا وصلت لها اكتر من مرة، تمام؟ طب المرحلة دي انا بحاول اخرج منها ازاي؟ بما ان انا اخصائي نفسي، امشي معايا خطوة خطوة. احنا كلنا، مش معنى انا بقول لك اخصائي نفسي فان انا جامد يعني، لا، بنتعلم في العلاج النفسي ان انت لو انت عايز تكون اخصائي شاطر لازم تعرف ازاي تشتغل على نفسك الاول. لو انت معرفتش انك تشتغل على نفسك وبقيت مقتنع بالتولز او بالادوات اللي انت بتستخدمها، فللاسف انت كده مجرد الاسم اخصائي ومعك شهادة، بس انت للاسف على ارض الواقع مش هتعرف تتعامل مع الحالات اللي بتجيلك. طب الاصح ايه بقى؟ والله انا لما مريت بالمرحلة دي في شوية تيبس كده بدأت ان انا اطبقها في حياتي. اول حاجة الجورنالينج او الكتابة التعبيرية. اول ما الاقي في سيل من الافكار التلقائية بدأ يهجم عليا، في حاجة اسمها الكتابة التعبيرية، انك تفضل تكتب الافكار والمشاعر اللي جوه دماغك، او مش قادر انك تكتب ممكن تفتح ريكورد تتكلم فيه. بعد كده المفروض انك تقرأ او تسمع اللي انت عملته وتشوف ايه اللي انت تقدر تقوم بيه او تقدر انك تتعامل معاه، واللي مش هتقدر تتعامل معاه ممكن تطلب المساعدة من حد ان هو يقدر يساعدك، والافضل ان هو يكون متخصص. لو انت ليك حد بتثق فيه اتكلم معاه، دي تاني حاجة. لو انت مش لاقي حد تثق فيه ممكن تفضل تصلي وتدعي ربنا، لان طلب المساعدة هي تالت اداة ومن اهم الادوات. الاداة الرابعة، لو انت بتحب اليوجا او المديتيشن او التأمل، الحاجات دي بتفرق معاك كتير جدا. الحاجة الرابعة او الخامسة تقريبا هي انك تلعب رياضة. لازم تعود جسمك ان هو كل يوم بيلعب رياضة من 15 ل 20 دقيقة حتى لو بتمشي. انا عن نفسي منزل ابليكيشن عندي على الموبايل بشوف ان انا كل يوم مشيت قد ايه، الدنيا حر مش حر، بتعود ان انا كل يوم امشي قدر معين، مش عشان ان انا عايز اخس، لا، بمشي عشان ان انا جسمي لازم يتعود على الحركة. الحاجة اللي بعد كده، انت حط اهداف صغيرة في يومك، وخلي من ضمن اهدافك دي اول حاجة كده انك بتجدد النية قبل كل عمل. الحاجة اللي بعد كده قائمة الامتنان هتفرق معاك كتير جدا. قائمة الامتنان مهمة جدا. طب هي ايه قائمة الامتنان دي؟ انا معرفهاش. بص، قائمة الامتنان دي قائمة انت بتكتبها، بتكتب 5 او 10 حاجات انت ممتن ان انت بتحمد ربنا عليهم ان هم موجودين في حياتك. هديك مثال، انت صحيت النهاردة الصبح من النوم، الحمد لله ان انا ربنا عطاني يوم جديد، الحمد لله على نعمة البصر، الحمد لله على نعمة السمع، الحمد لله ان انا عندي ام، الحمد لله انا عندي اخوات، الحمد لله انا عندي شغل، انا ربنا النهارده عطاني يوم جديد عشان استغفر، ربنا النهارده عطاني يوم جديد عشان ان انا هسعى لطلب الرزق وهشتغل غيري مش لاقي الشغل، تمام؟ او كنت قعدت فتره طويله من غير الشغل او فرصه عمل، فالحمد لله دلوقتي ان انا قادر ان انا اشتغل. شويه الخطوات البسيطه دي حاول انك تطبقها في حياتك هتفرق معاك. طب والله انا طبقت كل دوت وللاسف مفيش حاجه حصلت. بص، هو في حاجه مهمه ورئيسيه جدا لابد منها، الجانب الروحاني. طول ما انت ما بتحاولش انك تلتزم في الصلاه او انك تقرا قران او ورد يومي على الاقل ان شاء الله حتى ايه واحده بس في اليوم، وانك تقرا اذكار الصباح والمساء، ده الحاجات دي بتفرق معاك كتير جدا، بتفرق معاك كتير قوي، تمام؟ الحاجه التانيه ان انت لازم بالفعل لازم تقرأ حتى لو صفحة، بلاش صفحة، لو سطر، لو سطر واحد أو أي حاجة مفيدة تقرأها، ده هيفرق معاك كتير جدا. حاول تطبق الحاجات اللي أنا قلتها دي وقول لي إيه رأيك، تمام؟ أنا هكتب في الديسكريبشن كده إن أمكن إيه شوية تريبس أو تيبس، قصدي أنا آسف، شوية تيبس موجودة إنك تتابعها. نفس اللي أنا قلته دوت هكتبه لك تحت في الديسكريبشن، حاول أو في أول تعليق حاول إنك تتابعهم، ممكن تلاقي في منهم حاجة جت معاك أو إنها فرقت معاك. سلام.